فيه حوار كبير جريشة. الحكم الدولي المصري في ثاني مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري التونسي بعد مباراة النادي البنزرتي والترجي 23 يناير 2019. تتنفذ الكرة الثانية الثابتة للسفاقسي لكن فاشلة مرة أخرى ويتحصل على الثالثة. يتحصل اندفاع كان قوي من أيمن بن محمد على الصورة الوطني الجديد الفرنسي على جيرس. كرة ثابتة أخرى هذه المرة على يسار الحارس الرامي الجريدي. نسق متقطع في بداية هذا الحوار وهذا الكلاسيكو 126 في تاريخ المواجهات بين الفريقين. رامي جريدي يعرف خطورة كل لاعب من السي اس اس حسام دكدوك يلعب الكرة. أوه كانت تكون مباغتة للحارس الرامي الكريم بن عمر. ترجع الكرة مرة أخرى من فرانك كام. اللمسة لحمد الهوني اللي بينطلق من جهة اليسار. فنيات مهارات يحاول المرور التوزيع والكرة الأولى خطيرة من طه ياسين الخميسي. طه قال ياسين العائد بدوره للتشكيلة الأساسية مكان هيثم الجويني. أفضل هداف إلى حد الآن طه ياسين الخميسي في البطولة 9 أهداف. الثاني مهاجم النادي الإفريقي ياسين الشماخي 6 والثالث أنيس البدري من التراجي 5 مع فراس شوال. مهاجم السي اس اس 5 منتخب نسور قرطاج. المنتخب التونسي مباراة المنتخب الانجليزي ومنتخب بنما 6-1 للانجليز. 80 مباراة دولية بالنسبة لجهاد جريشة. كرة ملعوبة من جهة اليمين محمد بن علي على مستوى التوزيع والكرة السهلة لرامي الجريدي. الجريدي فوق عرضية الميدان في الفريقين على مستوى التوارجي في البطولة مع خالد بن يحيى انذاك بهدفين مقابل 0. ثنائية تيمن الحرزي وفراس شوات. كرة طويلة وأيمن دحمان يرتقي أعلى من الجميع اخو كورتو الحارس دحمان. الحيدان منظومة تكتيكية رائعة من المدرب رود كرال المدرب الهولندي. مرة أخرى ترجع الكرة حمدو حاول يصوب من بعيد. كرة تعود إلى أيمن بن محمد. بن محمد المتابعة من نسيم هنيد يرفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. المحاولة سعد بكير يصوب كرة دفاع السي اس اس. حاضر صامد صلابة وشراسة كبيرة لاعبية السي اس اس. المساحات ضيقة والكرة ملعوبة من يوسف البلايلي إلى حمد الهوني. هوني هوني بلايلي بلايلي 1-2-3 لمسة لبن محمد والتوزيع ودكدوك حاضر لإبعاد الخطورة عن دفاعات السي اس اس. تعود مرة أخرى كرة وفير بلاي كبير. ننتظر الفرصة السانحة بلمسة من سعد بقير. كرة للترجي الخطورة والمتابعة. بقير يتيح والمخالفة من جهاد جريشة. المخالفة الترجية حوار مع نسيم هنيد المدافع الدولي الأولمبي. كذلك هي مباراة الأسماء الدولية 12 لاعب من الفريقين بين المنتخبين الأول والأولمبي. الحوار مع أيمن محمود مدافع الملعب الجبسي المنتدب من الترجي في الصيف الماضية. أيمن محمود يسعد للزيادة العددية في مناطق النادي الصفاقسي. كرة مرفوعة على القائم الثاني والخطورة في هذه الكرة تمر المباراة. لعبها ضد النجم المتلوي يوم الخميس الماضي لحساب الجولة 16. علي غرام في الأصل ابن المدرسة الكروية العريقة عاصمة الجنوب وعلي تخلي تاريخ السي اس اس الكبير كأصغر لاعب يشارك في البطولة المحترفة. هذه كرة صفاقسية ملعوبة من جهة اليمين مرفوعة كرة الراس الرأسية خطيرة. الكونتر اتاك سريع كان من النادي الرياضي الصفاقسي والمحاولة من حمزة الجلاسي. حمزة جلاسي بعد كرة كانت مرفوعة من على المرزوقي رفعة مليمترية. حمزة جلاسي في وضعية راس حربة لكن ما عندوش الصنعة متاع مهاجم قناص للأهداف. يحط كرة بالراس بعيدة على رامي الجي يخوي هذه الكرة يعطي باس لمسات قصيرة خطيرة على دفاع السي اس اس. ملعوبة هذه الكرة جول 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 جول. بالراس يسجل بالقدم يسجل بالصدر يسجل. هو واقف يمركي على الأرض يسجل يمشي يسجل يجري يسجل. إنه طه ياسين الخنيسي هذا فاتح سجل تهديفي لا تحاولوا مراقبته فمن راقبه مات همًا.
الخنيسي بعد كبيرة في دفاع السياساز، لمسة كانت من سعد بقير البلايلي مرفوعة، طاح ياسين الخنيسي يعاود يلعب كورة مع بقير، عايدة بنيران صديقة من نسيم هنيد وحده طليق دو الرقابة، الخنيسي في المنطقة ما يرحمش يسجل في القائمة الأول، 1-0 للترجي، طه ياسين الخنيسي 10 الأهداف لطه قال لابن الترجي الرياضي الجرجيسي في المنطقة مولود في 550 تم إنجاب هذا الولد هذا الشاب هذا المهاجم طه ياسين الخنيسي 55 هدف في البطولة. كرة القدم التونسية ترجع مرة أخرى كرة جديدة ترجية من يوسف البلايلي تبادل الأدوار مع حمد اللهوني البلايلي 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 على مستوى التمرير جول 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 الله 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 يا بقير الله الله يا سعد يا بقير وزير السعادة يطيل أعمار جمهور الترجي بالأهداف التي يسجلها تاريخيا في نهائيات العرب أو نهائيات إفريقيا كل مباراة جرعة زائدة للسعادة لجماهير الترجي سعد بقير يا كبير كرة ممتازة رائعة كما جات لمسة فنية من سعد بقير مباشرة في مرمى الحارس أيمن دحمان أي سيناريو أي إضافة لبقير لعب تقريبا الضمير المستتر في الترجي الرياضي التونسي اللعب الذي يحقق الإضافة عندما يكون أساسي عندما يكون احتياط أعمامه لليسار حسام دقدوق كورة وهجمة إصفاقسية المحاولة للكحلة والبيضة يرفع الكورة خطيرة كانت على دفاع الترجي والركنية الركنية أمام فراس شواد تدخل دفاع الترجي أيمن محمود على ما أعتقد هو اللاعب اللي منع الترجي خرج الكرة للركنية أنقذ فريق باب سويقة من كرة هدف تضليل الفارق دقدوق في الركنية جمهور الترجي عرف أن الترجي قاعد يمر بفترات صعبة في بداية هذا الشوط الثاني يقوي في نسق التشجيعات وهذه كرة أخرى وقال قال 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 يشعلها على علاء الدين المرزوقي علاء الدين والهدف السحري الجديد في مرمى الترجي المرزوقي يسجل يذلل الفارق يعيد السياساس في المباراة شوف المرزوقي يعني بذكاء في ذر المدافعين اللمسة كانت ممتازة مرفوعة بالرأس والمرزوقي بصنعة الهداف المرزوقي الذي لا تنتظر منه يعني أي شيء يفعل كل شيء هذا هو الحاسم علاء الدين المرزوقي بمصباحه السحري في مرمى المنافسين يتمكن من إعادة المباراة بنكهة جديدة بهدفين مقابل واحد أوراق جديدة إلى حدود الدقيقة 56 الكابيتان علاء الدين المرزوقي يسجل هذا الموسم ثالث أهدافه في ترتيب الهدافين هذه الكره يكسر عمليه التسلل الرميه الجديد الخروج نتاعو كان متاخر من اعطى الباس شكون اعطى الاسيست محمد علي منصر كوتشينغ المدرب رود كرال حيويه اكثر لوسط الميدان اكيد نقص الخبره والتجربه عند علي غرام لاعب 17 سنه يشارك لاول مره في كلاسيكو ثاني مباراه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم وكرال يعدل 2-1 معين الشعباني 2019 كل ما كان النادي الصفاقسي في احسن حالاته البطوله دائما تكون مميزه مشوقه وهذه كره ملعوبه وقريشة ماذا يعلن بينالتي ضربة جزاء يا له من سيناريو يا له من حوار يا لها من مباراة الله على هذه العودة الله على ضربة جزاء على منعرج آخر في المباراة جهاد قريشة بينالتي للنادي الرياضي الصفاقسي أي سيناريو أي سيناريو أي معطى في المباراة في 67 دقيقة لعب هذه العملية هذه الكرة عاودها لي يا مخرج عاودها 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 خلينا نشوف الاحتكاك الالتحام موجود او غير موجود بين ايمن محمود وفراس شواد بينالتي
ونسيمه هنيد هو النمبر وان في تنفيذ ضربات الجزاء في السي اس اس بعد إصابة حمزة المثلوثي. نسيم هنيد في تنفيذ ركلة الجزاء أمام معز بن شريفية. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه العملية صعيبة والله صعيبة. هذه من هنا أوضح، نشوف فما هو حاط يده على كتفه، لكن صعيب، صعبة 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 صعيبة صعيبة، ولا أستطيع الحكم عليها للأمانة. كان جات واضحة نقول رأي واضح. ترجع الكرة ويرجع التنفيذ لنسيم هنيد في بينالتي في توقيت 68 دقيقة لعب. هنيد مع معز بن شريفية، هنيد معز بن شريفية، نسيم يصدها، واو روعة روعة روعة. معز يا وحش، معز يا غول، معز يا بطل، معز بن شريفية على مرتين. لا يصنع هذا إلا حارس كبير من تينة معز بن شريفية. نسيم هنيد في مناسبة أولى، بن شريفية الأولى وبن شريفية الثانية قدام شوان، وشوف شكون ضيع الكرة الثالثة. هنيد كرة بن شريفية، شوات بن شريفية، معز مرة أخرى. أي تصدي، هذا تصدي الموسم، هذا تصدي البطولة، هذا تصدي عودة الكبير معز بن شريفية. كان على البنك، خرج جرامي، دخل معز، رب ذرة نافعة.